السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، اليوم راح أسوي وجبة رخيصة جدا، أرخص ما يكون، وهي كفتة السمك والبتيتا، هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي راح احتاجها اليوم لتحضير كفتة السمك التونة، اول شي راح احتاج سمك التونة. هنا هذه العلبة 120 غرام، يعني صافي بدون ماء، وهذا السمك التونة اللي استخدمت اللي بالماء مو اللي بالزيت، اللي بالماء هو الافضل للكفتة. صفيت منها المي، بس بعد اكو قليل من المي، هم راح اصفي المي الباقي منها. احتاج بتيتا حوالي 4 قطع متوسطة الحجم. احتاج بروكولي، هذا 250 غرام من البروكولي. اذا ما متوفر عندكم بروكولي تقدرون تستغنون عنه بالقرنبيط. احتاج عصرة ليمون، بصلة واحدة، فص ثوم واحد، ملعقتين طعام من البقسم او الخبز المجفف المطحون، احتاج نصف ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الملح. هسه راح أبدي. أول شي راح أثرم البصل، بعدها راح أضيف له، بعد ما ثرمت البصل راح أضيف له البروكولي ايضا، يعني اقطعه شويه واخليه، يعني ما يحتاج ثرم كثير، بس مجرد يعني قليل اثرمه للبروكولي، او اذا تريدون ثرموه باليد. بعد ما انتهيت من ثرم البروكولي والبصل، راح عندي هنا البتيتا المسلوقه، راح اطحنها او اهرسها بهذه الطريقة. إذا هرستها أضيف لها البصل والبروكلي، أضيف لها جميع البهارات عندي هنا، مثل ما قلت نصف ملعقة شاي كركم، ملعقة شاي فلفل أسود، ملعقة شاي ملح، ملعقة شاي كمون، عندي هنا البقسم 2 طعام من البقسم، وعصرة ليمون، يعني حوالي 1 طعام ليمون إلى 2. بعدها اجيب السمك اللي عندي، احاول اطل يعني اعصره من الماء، اخليه بيه مي، انشفه اعصره بهاي الطريقة من المي، هكذا عصرته، اخذ الباقي ايضا اعصره من المي واخليه فوقه، وابدي اخلط الخلطة واعجن هاي المواد كلها مع بعض. وجبة لذيذة جدا، يعني كلش مرغوبة ورخيصة نفس الوقت واقتصادية، وأكثرنا ما يعني أكو بعض الناس ما يحبون سمك التونة ما يأكلوه، فهذه الطريقة تخليه أطيب. بس إذا أكو بتيتا يعني قطع كبار أحاول أكسرها بإيدي. هسه راح أسويها على شكل أقلام او اصابع، احسويها على شكل اصابع وابدي اقليها بالزيت. هسه اسخن الزيت احضره وابدي اقليها. بعد ما سخنت الزيت شكلتها للكفتات على هذا الشكل، راح ابدي اقلي، احطها بالزيت هو ساخن وابدي اقليها.
هكذا أصدقائي، انتهيت من تحضير الكفتة السمك والبتيتا. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.